بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة البيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. واللي قدام حضراتكم ده تسمم بالهرمونات، اللي قدام حضراتكم ده تسمم بالهرمونات. الصورة اللي هي بالطول ديت اللي قافلة دي من مصر، والفيديو المفتوح ده خالص أو اللي ظاهر ده دي من دولة خليجية، والفيديوهين وصلوا لي. وطبعا اللي عنده الفيديو ده هو ما بيصرحكش، ما بيقولكش الصراحة، اللي بيقول لك انا رشيت بور، واللي بيقول لك انا رشيت حاجات مش عارفها. لا، انت حاجات ديت انت عارفها، والحاجات ديت موجودة وتمام التمام تمام. ولكن بس لما نحب نرش هرمونات يبقى لازم نفرق بين حاجتين. وقبل ما اقول لازم نفرق بين حاجتين، برجاء الجماعة اللي بيكتب في التعليقات خير الكلام ما قل ودل، والكلام الفاضي ده كلته حضرتك انا ما بطلبكش انك تسمعني، توكل على الله، اسمع من حد غيري وما تقولش لا كبرياء ولا عنطزة. انا بخاطب راجل فلاح، فلاح ده هو قد يكون مثقف ومتعلم وقد يكون مش متعلم، فانا بشرح لاهلي وناسي الفلاحين المزارعين البسطاء. سيادتك جهبذ وراجل بقى يعني اتيت من العلم يعني اللي ما خدوش حد غيرك، فما تسمعنيش، توكل على الله بكل ذوق وباحترام، لا تكتب لي لا جزاك، مش عايز منك جزاك الله خير تمام. بس خير الكلام ما كان دل ده اشتغلها بعيد عني، عشان انا بكلم في راجل فلاح بسيط. فالورقة السهمية دي يا جماعة مجرد ما ترش الهرمون ابتدى يعمل تسمم للنبات. تسمم للنبات ده هو تؤدى إلى تقلص مساحة الورقة. طب تقلص مساحة الورقة دي هيعمل لي إيه؟ لما يتقلص مساحة الورقة احنا عارفين زي ما قلنا في الفيديو اللي بقى وزي ما قلنا قبل كده، الورقة هي مصنع الغذاء بالنسبة للنبات، بتقوم فيها عملية حيوية بالنسبة للنبات. طب طالما يتقلص سطحها اذا المصنع ده هو اتعطل او في مشكلة في المصنع حصلت، الورقة لف على بعضها اهي تمام، اذا فالاضاءة هتقل فيها ده الطبيعي. إذا فالتبادل الغازي هيبقى فيه مشاكل. المهم الحالة دي يا جماعة صعب ترجع، لا يمكن ترجع للوضع الطبيعي بتاعها، واللي بيعمل الحركة دي مصيبة من مصايب الزمن، وخصوصا إذا كان النبات في بداية عمره. يعني النبات لو في الاخر وفيه شوية ثمر زي اللي موجودين كده هو ثمار هتجمعهم وخلاص، اما بالمنظر اللي قدامك ده هو النبات فين اللي فين اللي فيه ما فيهوش. طماطم سلكية مزروعة بره هيت الراجل قام مدمرها، وطبعا هو بيقول لي انا رشش بورون. لا، انت ما رشتش بورون، انت رشش انت راشش هرمون، وهرمون صريح، والشركة المنتجة انا اعرفها جدا في السعودية، ودي مبيد هرمون معروف يعني للعقد بتاع الثمار، عشان الدنيا مش مظبوطة عندهم ودرجة الحرارة عالية فبيضطروا يستخدموا هرمون. لما بنستخدم الهرمون ده هو بنحطه بتركيز معين، وبناخد بإيدي كده، ناخد الزهرة في إيدي بين صوابعي كده، وبقوم رشش رشة بسيطة برشاشة صغيرة لا يتجاوز الحجم بتاعها اللتر، برش هي بخة واحدة على الأزهار المتفتحة فقط. أما بالمنظر اللي حضرتك عملته ده هو قمت حاطط الهرمون وراشش، يا عم أنت بتتكلم في إيه؟ أنت في إيه؟ إيه اللي وصلك للي أنت تهببه ده؟ دي مصيبة سودة تمام؟ اتدمر الزرع ده، لا يمكن يرجع، أتحدى نرجع الزرع ده تاني خلاص. ليه؟ لأن أنت حضرتك داخل على أصلا، وحتى لو فصل الصيف أنت داخل على الشتاء والجو برد، ده ما عادش ملوش حاجة، ده يتقلع ويتزرع مكانه تاني. اما الزرع اللي هو فيه ثمار ده الثمار هتتجمع وخلاص. ممكن لو في سلكيه ان هو حل تاني ان هو يجرد كل النبات، المشكله ان القمه الناميه عنده ده في الحاله دي رشش النبات كله، بعد ما كان ان هو ترش على الزهره بس، لا هو رش النبات كله، فاصبح القمه الناميه اصبحت فيها تسمم، العصاره بتاعت النبات كلها اصبحت اصلا فيها تسمم، الدنيا مش مظبوطه خالص زي ما حضرتك شايف كده. هو ده جزاء اللي ايه؟ اللي هو بيشتري حاجة مش عارفها بتستخدم لإيه. وممكن الناس في الحالة ده هي يا جماعة بيروحوا يعني مش عايز أقول جشعة ولا حاجة، ولكن إن إنسان متسرع وعايز يجيب محصول كبير، ومش مشكلة بقى على حساب صحة الناس إذا كان هو عمل في النبات كده، فما بالك في الإنسان اللي هيتغذى عليه، بيحصل تطفيل وسرطانات وبلاوي سودة ومشاكل كتيرة لا حصر لها ولا قوة. شايف ورقة النبات اتخشبت وراحت سهمية وتقلص المساحة بتاعتها، والنبات أساسا راح متخشب وحالته زي الزفت.
ده النبات ده واخد هرمون، واخد هرمون، واللي حصل له ده هو التسمم بالهرمون. وعندك هو برضه طماطم سلكية في مصر اهي برضه اتدمرت بسبب الهرمون. جماعة الخير، قبل ما تستخدم الهرمون، في فرق بين أحماض أمينية وفي فرق بين الهرمونات النباتية العادية اللي احنا بنستخدمها لما يكون عنده دروب أو مشكلة في النبات، وفي فرق بين النباتات أو الهرمونات اللي هي الزهرية اللي الناس ما بتعرفش تفرق بينهم، ولا المهندس كمان اللي قاعد بيعرف يفرق بينهم، وبالتالي بيدمر الدنيا زي ما انت شايف كده اهو. خد بالك من الزراعة واصبر وما صبرك إلا بالله، وما تستعجلش على النبات. النبات بياخد وضعه وبياخد أيامه، وكل حاجة عند ربنا بمقدار يعني. فأنت ما تدخلش في الممنوع اللي بوصلك للوضع اللي احنا شايفينه ده هوت، وده منظر بصراحة للأسف الشديد يعني. يعني أنا بشوفه بزعل وبحزن على الفلاح، لأن في الحتة دي بالذات يعني لو رش على النبات كله قمة النبات عندك واقفة، هي خالص خلاص خلصت، خلصت خلاص، مفيش حاجة أصلا تتعمل في الوضع اللي احنا بنتكلم عليه ده هو. تمام. فخد بالك بس من القصة دي، وحاول ترش لو انت عندك النبات واقف، ممكن ترش الاحماض الامينيه ما عندناش مشكله فيها، ممكن ترش سيتوكينين برضو ما فيش مشكله، ممكن سيتوكينين مع جبريليك اسيد ما فيش عندي اي مشكله خالص. اما انك انت تتدخل بهرمون اساسا زهري وترش بيه بالمنظر ده هو، لا دي مشكله. دي حاجة كمان. الحاجة التانية اللي مستغرب لها ان الجو كويس دلوقتي والعقد عقد الثمار شغال تمام التمام، ايه وصلك لانك ترش هرمون؟ انا مش عارف. المفروض العقد عندك كويس ما ترشش هرمونات خالص والدنيا عندك تبقى بخير وزي الفل. الكلام ده قلت لك ما بنحتاجهوش الا في فترة معينة، وبكون في اضيق الحدود وبتركيزات معينة، وبننقي كم عامل كمان عشان هم اللي بيبقوا مدربين تدريب صح، هم اللي بيقوموا بالعملية دهيا، وعارفين هم بيعملوا ايه علشان ما يدمروش الدنيا. جماعة اللعب في الهرمونات بيؤدي لي النتيجة اللي حضراتكم شفتوها دهيت، واللي هي يعني يعني بصراحة انا والله بتألم وبتألم شديد جدا لما بشوف المنظر دهوت قدامي. فرجاء رجاء يعني ما تستخدمش الحاجات دي، طالما النبات ماشي طبيعي ما تستخدمش اي حاجة، وطالما الجو عندك طبيعي ما تستخدمش اي حاجة، سيب النبات طبيعي، الا إذا كان عندك ضروب في النبات والنبات واقف وكده، ممكن تدخل كمان بالهرمونات النباتية العادية اللي احنا نعرفها أحماض أمينية، مش أي نعم هي مش هرمونات ولكن بتساعد، الجبريليك أسيد، ممكن تستخدم السيتوكينين، الأوكسينات، الكلام ده كلته ما عندناش مشكلة ولا غبار عليه. ممكن تستخدم الأجريتون أو النفسالين أسيتيك أسيد، ده بنستخدمه كلنا ما عندناش مشكلة فيه. أما تلعب بحاجات أنت ما تعرفهاش ولا المهندس اللي ادالك يعرفها، هي ديت المشكلة. حياكم الله، شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.